شائعات وحقائق ننشر الحقيقة من المصدر. الشائعة: توقف السفارة المصرية بالصين عن تقديم خدمتها للمستوردين. الحقيقة: وزارة الخارجية تؤكد أن سفارة جمهورية مصر العربية بالصين مستمرة في تقديم كافة خدمتها إلى رجال الأعمال والمستوردين المصريين فيما يتعلق بإجراءات التصديق على المستندات الخاصة بالعمليات التجارية والاستيراد من فواتير وشهادات منشأ وعقود وغير ذلك. الشائعة: تغيير نظام تنسيق القبول في الجامعات. الحقيقة: وزارة التعليم العالي تؤكد أن نظام التنسيق المعمول به سيتم تطبيقه كما هو دون أي تغيير عن الأعوام السابقة، وأن آلية التحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعات مستمرة بنفس الكيفية طبقا لقواعد المجموع والتوزيع الجغرافية. الشائعة: فتح باب التطوع للتدريس لإلغاء التعاقد مع المعلمين المؤقتين. الحقيقة: وزارة التربية والتعليم تؤكد أن التطوع للتدريس لا يتعارض نهائيا مع استمرار مسابقة التعاقد، حيث سيبدأ التعاقد مع المعلمين المؤقتين طبقا للشروط المعلنة مسبقا من خلال البوابة الإلكترونية، وقد تم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. الشائعة: تأثر صناعة الدواء في مصر بتوقف استيراد خامة الأدوية من الصين. الحقيقة: وزارة الصحة تؤكد توافر مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من الأدوية المختلفة، وتشير إلى نجاح الدولة في توفير معظم الأدوية للمواطنين بصناعة وطنية محلية، ولا يوجد أي تأثير لأزمة فيروس كورونا العالمية على صناعة الدواء في مصر. الشائعة: وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها. الحقيقة: وزارة الداخلية توضح أن كافة شهادات الميلاد الإلكترونية الخاصة بالمواطنين سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، وتشدد على أن الإجراءات المتبعة بكافة المصالح الحكومية والتي تستلزم تقديم شهادة ميلاد لم تشهد أي تغيير. الشائعة: ظهور حالة مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور نتيجة استيراد أعلاف صينية. الحقيقة: وزارة الزراعة تؤكد أن مصر خالية تماما من أي نوع من أنواع أنفلونزا الطيور، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتصدي لأي فيروسات وبائية، وتشير إلى أن الأعلاف المستخدمة لتغذية الطيور بالمزارع مطابقة لكافة المواصفات القياسية والمعايير الرقابية والصحية. الشائعة: فشل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد نتيجة لنقص الأطباء. الحقيقة: هيئة التأمين الصحي الشامل تؤكد على نجاح تطبيق المنظومة ببورسعيد مع استمرارها في تقديم كافة الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين، وتشير إلى أن عدد الأطباء المنضمين للمنظومة ببورسعيد كافي تماما لتغطية احتياجات المستفيدين منها بالمحافظة. الشائعة: إلغاء دعم الخدمات الصحية بدءا من الطفل الثالث للأسرة. الحقيقة: وزارة الصحة تؤكد أنه لا مساس بدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين باعتبارها حقا أصيلا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، وتشير إلى إطلاق الدولة لنظام التأمين الصحي الشامل باعتباره نظاما تكافليا يقدم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز. الشائعة: تراجع الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2019. الحقيقة: وزارة الزراعة تؤكد أن الصادرات الزراعية المصرية قد شهدت انتعاشا كبيرا خلال الموسم التصديري لعام 2019، حيث شهدت زيادة بما يقارب 300 ألف طن مقارنة بعام 2018. الشائعة: رفض الحكومة لمشروعات الاستثمار بمجال تحويل المخلفات لطاقة. الحقيقة: وزارة البيئة تؤكد العمل حاليا على حصر الفرص المتاحة للاستثمار بمجال تحويل المخلفات إلى طاقة، حيث يتم فحص كافة المشروعات المقدمة من المستثمرين من حيث التقنيات وحجم ونوع المخلفات المطلوبة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.